السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنفصلوا قندورة سهلة وجميلة في نفس الوقت بالكمام، يعني كمام طوال بهذا الدونتيل هذا اللي كتلاحظوا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بداو على بركة الله. الثوب فيه 2.5 متر، الان غنقص منه الطول ديال الكم ديالي، غنقص منه الطول، عاد غنطوي على 4 كما كتلاحظوا بهذه الطريقه هذه من الطول ديال الثوب. هنا تقريبا غنقص منه 54 سنتيم، العرض ديال الكم ديالي مطوي على 2 تقريبا، غيجي 27 سنتيم، يعني العرض ديال الكم ديالي مطوي على 2 كما كتلاحظوا بهذه الطريقه هذه، باش نقتصد يعني في الثوب باش يجيني ايفازي، يجيني عريض من تحت. دابا غنعلم الثوب ديالي وغنجبدو، ما يحتاجش نقطعو بالمقص، هاد الثوب هذا ما كيحتاجش تقطعيه، يعني غير غتجبدو بحال هاد الطريقه هادي وغيتقطع معاك. هذا الثوب خيط البنات، يعني بارد للصيف. ها هو الثوب ديال الكمام، نحيدو على جنب. تنطو دابا هاد الثوب على 4 باش نوضعو المقاسات ديالنا. غنقادو التوب مزيان كما كتلاحظوا بهذه الطريقه هذه، مطوي على 4. الان غنحطوا المقاسات ديالنا من هذه الجهه هذه. الكتف فيها 40 سنتيم، غنطوي على 2 يعني 20 سنتيم، وغنزيدو سنتيم ديال الخياطه، وغنحطوا المقاسات ديالنا من الجهه المسدوده. هنا 21، غنزل ب3 سنتيمات، غنوضع علامة، وغنجي هنايا نوضع نقطة في 8 سنتيمات عرض الرقبة، وطول الرقبة 3 سنتيمات تقريبا، 3 أو 4 سنتيمات حسب الرغبة. الآن غنزل بطول الصدر تقريبا 22 سنتيم، وغنحط عرض الصدر، مقاس عرض الصدر فيه 28 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطة، يعني 29، وغنرسم حردة الإبيض. بعد الطريقة هذه اللي كتلاحظوا، من بعد غنحط النقطة، يعني غنحط سنتيم على النقطة ديال الصدر، وغنزل ب14 سنتيم باش نحدد مكان الخصر، وغنزل من نقطة ديال الصدر مرة أخرى ب40 سنتيم، نحدد النقطة ديال الحوض بهذه الطريقة هذه. ودابا غنحط المقاسات، هنا غنحط 27 سنتيم نقطة الخصر، يعني عرض الخصر. هاد المقاسات البنات راهم مقسومين على 4، هنايا عرض الحوض فيه 31 سنتيم، غنلاقي ما بين النقط كما كتلاحظوا بهذه الطريقه هذه، يعني المقاسات ديال الصدر والحزام والحوض كيتقسموا على 4، ومقاس الكتف وفتحه اليد كتقسم على 2. الان غنكمل السطر ديالي كما كتلاحظوا، يعني نبقى نخرج شويه بشويه تنخرج في العرض الكامل ديال الثوب اللي عندنا. المبتدئات يستعملوا المسطره، يوضعوا النقطه في الطول، يعني الطول الكلي ديال البيجامه او اي حاجه اللي كيفصلوها، ويعني وتلاقي ما بين ديك النقطه اللي وضعتي ديال الطول الكلي والنقطه ديال الحوض يعني بالمسطره. الان غناخد انا الطول الكلي ديالي، هاد الطول هاد البيجامة هادي فيها 1.40 متر، وغنزيد 3 سنتيمات ديال الخياطة. يعني 143،
وغنجي في الجنب غنطلع بأربع سنتيمات أو خمس سنتيمات باش ما جينيش القندورة هابطة من الجنب، وغنلاقي ما بين النقاط كما كتلاحظوا هكا. يعني هاد العملية مهمة جدا، كتجي يعني البيجاما أو أي حاجة غسلتيها كتجي زوينة، يعني ما كتجيش هابطة من الجنب. هنا غنقطع معاكم ثوب، نتمنى يكون الشرح واضح لكم البنات. اي استفسار حطوه لي في التعليق، مرحبا بكم والف مرحبا، ومرحبا باللي دخل معنا جديد للقناة. وما تنساوش البنات اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم الجديد، وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش اللايك الى عجبكم الفيديو. طبعا هنا غنفصلوا الرقبة ديال الامام، غنوضع فيها 15 سنتيم، نفصلها شكل دائري، انتما لكم الاختيار اي شكل بغيتو ديال الرقبة غتفصلوها. هنايا غنعلمو المكان اللي غنوضعو فيه الدونتيل، او اللي غنخيطو فيه الدونتيل في الوسط ديال القندورة او البيجاما. بالطريقة هادي كتجي سهلة في الخياطة، يعني كتاخدي العبار اللي بغيتي او المقاس اللي بغيتي اللي غتخدمي فيه الدونتيل. هنايا غنحط انايا 30 سنتيم، يعني حسب الرغبة، ديري 30 25 على حسب، يعني على حسب الرغبة ديالك. الطريقة كتجي سهلة في الخياطة، يعني كتسهل عليك الخياطة فاش غتعلمي هنايا في الفصلة، وكيجيك يعني الوسط ديال البيجامة، وكيجي يعني راقي كما كتلاحظوا. هذه الطريقة سهلة للمبتدئات. دابا نفصل معكم الكم. اول حاجه غناخذوا المقاس ديال حرده الابيض، هي اللي غنخدموا عليها الكم ديالنا بالطريقه هذه. يعني دائما نحطوا السنتيم واقف، هنا فيه 27 سنتيم، غنطويو الثوب ديال الكم ديالنا على أربعة بالطريقه هذه اللي كتلاحظوا البنات. وغنحطوا المقاس ديالنا على أربعة كما كتلاحظوا. هنا غنحط الطول في الجهه المسدوده، الطول ديالكم انا غنحط هنا 60 سنتيم، طول لكم حسب الرغبه. هنايا غنحط داك 27 اللي خدينا في حرده الابيض، هكا نحطوها مائله. هنا 14 سنتيم، 14 سنتيم في الجهه المحلوله كما كتلاحظوا، يعني ميلتو ب 14 سنتيم. وغنوضع سطر هكا مائل كما كتلاحظوا هكا، وغنقسموه على جوج. هنايا غنزيد سنتيم ونص، هنا غندخل بسنتيم ونص في الوسط النص الاخير. هنايا غناخد عرض الذراع في 22 سنتيم، هنايا فتحة اليد 16 سنتيم، وغنلاقي ما بين النقط. الآن غنقص الثوب معكم، هكذا نكونوا سالينا التفصيل ديال القندوره. نتمنى تعجبكم وتستافدوا منها. دائما للمبتدئات
يعني نردوا البال يعني نشوفوا حضرة الإبرة واش جات مع الكم ديالنا. دائما هاد الطريقة هادي يعني كتنفعنا. نتمنى يكون الفيديو استفدتم منه. شكرا لكم على المشاهدة ديالكم. الى فيديوز اخر ان شاء الله.